في ألمانيا من شيء 5 سنين ورست عن جدي. جدي كان علمنا ألماني كلياتنا. عمر المصلحة شيء تقريبا 45 سنة أو 50 سنة. هي بتضم تلميع البرقان، أدوات منزلية وتصليح صواب والحمام. نستخدم فيه صابوني، هي صابون التلميع اللي بتعطي لمعه لاي غرض كامل، كروم او نحاس او ستيل او الومنيوم. في مني بنعملهم عمليه بنضربهم على البرداغ مشان نخفف عنهم الوسخ، في بيجي حوار من هلا شفت يعني كليته على البوابير وكذا وحسوي فوري. وبيجي عند كمان بنضربهم فرشات الحديد قبل ما نبلش عليه، وبعدين على الماكينه هي في لبيده القطن هي اللي بتعطي لمعه اكثر للبريق مع الصابوني طبعا.